ما زالت دموعها قريبة للنزول رغم أنها تخلصت من مرض خطير. لكن أمنية مريم أن تفارق سرير المرض قائمة بعد أن لازمها منذ 5 أشهر ورم خبيث نادر من نوعه. مريم ذات 9 أعوام أبعدها المرض عن مقاعد الدراسة وأفقدها وذويها الأمل بالحياة إذ ضاقت بهم السبل، لكن فريقا طبيا في الناصرية نجح في إجراء عملية لاستئصال ورم خبيث امتد من كليتيها حتى قلبها. فرحانة أنت هسه؟ طبت إن شاء الله؟ أنا شريت أطلع للبيت. تريدين شنو؟ أطلع للبيت. إن شاء الله طلعين حبيبتي، إن شاء الله طلعين. كان التحدي أمام الجراحة لأنه الورم ممتد من الكلية اليسرى إلى الأوعية الدموية وممتد خلالها إلى التجويف إلى الوريد الأجوف السفلي ومتصل إلى داخل القلب. في مركز الناصرية للقلب صمم فريق طبي من 5 أطباء جراحين فضلا عن ملاكات طبية مساعدة على إجراء عملية هي الأولى من نوعها في العراق ومن النوادر في العالم بإمكانيات متواضعة، لكن الإصرار وتعلق المريضة وذويها بالحياة كتب لهذه العملية الجراحية النجاح. العملية استغرقت 10 ساعات، الله سبحانه عز وجل كانت مشيئته أنه يكتب لها السلامة في العملية، بس هي هذا لا يجب أن تتوفر الشروط الصحيحة. احنا كان الكادر عنده إصرار، أهل المريضة والمريضة نفسها وعدهم يعني يرون الأمل في إجراء العملية. معاناة المرض واليأس الذي خلفته المراجعات المستمرة والتي كانت تنتهي بأن حالة مريم لا تعالج إلا في خارج البلاد، ضيق ذات اليد أضاف همًا فوق هموم المرض، لذا فأن فرحة العائلة بنجاح العملية لا يمكن أن توصف. الحمد لله والشكر جريت العملية والآن حالتها مستقرة، ويعني هاي وفرت لنا هاي يعني جهد احنا لو طالعين بها للخارج ما عندنا هاي الإمكانية. هذا المركز الذي سجل فيه هذا الإنجاز الطبي المتميز تعرض للتوقف أكثر من مرة بسبب الضائقة المالية، وهما يقتضي من الجهات المعنية أن توليه عناية فائقة، فالأموال المخصصة لعلاج بعض الحالات خارج العراق كفيلة بإدامته. من داخل مركز الناصرية للقلب، أحمد السعيدي، الحرة.